بملامحها الرقيقة قدرت تنافس والدتها في الجمال. بتحب دايما تعتمد على نفسها، وبسبب مشهد ليها أمها انهارت من البكاء عليها. دخلت التمثيل بالصدفة ومن غير واسطة. بتعشق السفر والحفلات، شايفة نفسها فيها حاجات شريرة وحاجات طيبة. كلامنا هنا عن الفنانة الشابة جومانا بنت الفنانة لقاء سويدان، اللي لفتت الأنظار ليها في واحد من أهم مسلسلات الدراما المصرية. سنة 2018 اتصدرت جومانا بنت الفنانة لقاء سويدان الترند، وبقت حديث السوشيال ميديا، وده بعد ظهورها في مسلسل ضد مجهول للنجمة غادة عبد الرازق، واللي عملت فيه دور بنتها. وساعتها لفتت الأنظار ليها بموهبتها من أول حلقة ليها، وده لأنها قدمت شخصية ريم ببراعة وجرأة، ده غير روح البهجة اللي ضافتها على الشخصية. بس اللي خلاها تبقى حديث السوشيال ميديا ساعتها هو مشهد الاعتداء عليها في الحلقة الرابعة من المسلسل. وبالمناسبة المشهد ده رفضت أمها الفنانة لقاء تحضر لحظة تصويره، وده لأنها لقيت نفسها مش هتتحمل المشهد الصعب ده لبنتها، واكتفت بتوصيلها لموقع التصوير. فضلت قاعدة في عربيتها لحد ما خلصت تصوير المشهد، وساعتها قلبها كان مقبوض وبتعيط كل ما تسمع الصوت صراخها وهي بتصور المشهد. ورغم كده كانت حريصة على عدم التواجد قدامها عشان ما تصيبهاش بالتوتر. جومانا بتقول إنها دخلت التمثيل بالصدفة لما قابلت المخرج طارق رفعت، ما كانتش عاملة حساب إنها بتقابل مخرج، بس كانت صدفة مثالية بالنسبة لها، وبتحمد ربنا انها قابلته علشان تورينا موهبتها وشطارتها بالتمثيل. ولان ابن الوز عوام، الفنانه لقاء سويدان على طول بتنصح بنتها جومانا انها تكون طبيعيه جدا اثناء التمثيل وتحاول تفك نفسها. جومانا مامتها شايفاها شخصيه معتمده على نفسها، عاوزه تبقى مختلفه عنها وتشتغل على نفسها وعندها استقلاليه وبتطور من نفسها وملتزمه جدا، وبتروح التصوير قبل الميعاد وتحضر ملابسها بنفسها. كتير ما يعرفوش ان الفنانه الشابه جومانا فؤاد حصلت على جائزة أفضل وجه جديد في الدورة التاسعة لمهرجان الفضائيات العربية عن دورها الأول في مسلسل ضد مجهول مع النجمة غادة عبد الرازق. وتوقع الكل إنها تظهر في كتير من الأعمال الفنية سواء بالدراما التلفزيونية أو السينما، ولكنها على العكس اختفت تماما، وأكدت والدتها إنها متفرغة للدراسة عشان تركز في مشوارها الدراسي. وما خلصت الإعدادية شاركت جومانا في مسلسل ولاد ناس اللي جسدت من خلاله دور بنت رانيا فريد شوقي. جومانا ومامتها الفنانة لقاء بتنشر لجمهورها دايما صور من المناسبات المختلفة اللي بتبقى موجودة فيها زي الحفلات وأوقات السفر، وكمان بتربطهم علاقة صداقة قوية. كتير من الناس شايفين إن جومانا في الصور بملامحها الشابة والرقيقة بتنافس والدتها في الجمال، وده بحسب تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى طول بيتم تداول الصور ليها على نطاق واسع على انستجرام اللي بيتابعها عليه 14,000 شخص وأكتر. بتقول على مهنة التمثيل إنه مفيش في الدنيا شغلانة مش صعبة، كل حاجة صعبة وكل حاجة فيها الحلو والوحش، زي الأشخاص فيهم الحلو والوحش سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، وأنا في حاجات شريرة وحاجات طيبة، والتمثيل زيه زي أي شغل. لما أمها بقى الفنانة لقاء لقيتها حب الفن قالت لها أنا معاكي وهقف جنبك ووراكي مش هسيبك تقعي، بس لازم تتحملي أي صعوبات، زي ممكن تقعدي 20 ساعة تشتغلي وما تناميش، ولازم تروحي المدرسة، وفي أوقات كانت بتخلص تصوير الساعة 3:30 وتطلع على الامتحان الصبح. وده لأنها حبت بنتها تحصل على تجربتها بنفسها وهي وراها، لو شافت في اي حاجة فيها خطر اكيد مش هتسمح انها تتعرض للخطر ده. جومانا تبقى بنت الفنان امين احمد انور، وده بالمناسبة الزوج الاول للفنان لقاء سويدان، لكن ما كملوش مع بعض وقرروا الانفصال، ودخلت لقاء في خلاف معاه وصل للمحاكم. وعلى الرغم من كده لقاء مش حرمة بنتها من اي حاجة نفسها فيها، على طول ملبية لها كل طلباتها، ده لانها بنتها الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا.